السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة عربي English Learning، قناة تعليم اللغة الإنجليزية العربية. How are you today? I hope you are all fine. النهاردة درسنا من سلسلة Let's Read and Write، بس ده الليفل الأعلى. هنتكلم عن Honey Bee Life Cycle، يعني دورة الحياة للنحلة، وده من الدروس المهمة جدا. مفيش مدرسة سواء بريتش أو أمريكان ما بتدرس Life Cycle بتاعت الحشرات أو دورة حياة حشرات سواء النحلة أو الفراشة في المدرسة، فأنا اخترت النوعية دي من الدروس لأنها هتبقى مفيدة لكم كساينس وكإنجليش، وهي مستواها أعلى شوية من Let's Read and Write المجموعة التانية اللي بلوجو مختلف. Let's start. وزي ما تعودها في Let's Read and Write، بس ده الليفل الأعلى زي ما اتفقنا، بنقرأ قطعة وبعدين نعرف المينينج المعاني وبعدين نجاوب عليها أسئلة. لو انت في المدرسة القطعة دي هتبقى مفيدة من أول جونيور 2 لحد جونيور 5، او لو انت في مدرسة امريكان من grade 2 لgrade 5 او 6 life cycle. لو انت مش في مدرسة وشخص كبير وبياخد كورس معايا، انت مش لازم تكون في المدرسة يعني، فالقطعة دي فوق مستوى البيجينرز، مستوى اعلى من البيجينرز بشوية. Let's start. Primary science العلوم الابتدائي ل honey bee life cycle يعني دورة حياة النحل. Let's start reading. Honeybees are flying insects. Honeybees live in colonies that have a single queen that starts the life cycle. A queen needs to be impregnated in order for it to lay eggs. A queen is capable of laying up to around 2,000 eggs a day. There are basic stages in the honeybee life cycle: the egg, the larva, the pupa, and the adult. An egg can grow into either a worker, drone, male, or a queen bee. Queens take the shortest time to grow, while a worker bee is the longest. Okay, يعني ايه الكلام ده؟ الهاني بي هي النحلة، او ممكن اقول بي بس. اللايف سايكل هي دورة الحياة، والانسكتس النحل ده نوع من الانسكتس من الحشرات، وهو فلاينج انسكت يعني حشرة طائرة. It live in colonies، والكولونيز مفردها colony وهي المستعمرة، وده اسم المكان اللي بتعيش فيه النحل زي اللي موجود في الصورة كده، بيبقى على شكل هكسجونز، شكل سداسي جنب بعض جنب بعض، بيعيشوا في مكان خاص بيهم بنسميه colony. ونفس الحكاية النمل. النحل بيبقى عندهم single queen يعني ملكة واحدة بس في المستعمرة، وهي دي اللي بتبدأ starts the life cycle. The queen needs to be impregnated. يعني ايه impregnated in Arabic؟ بنقول تخصب. يعني ايه تخصب؟ يعني ان يبقى عندها eggs جوه جسمها. In English impregnated is to have eggs inside its body. طبعا هي عندها قدرة النحلة capable، يعني she's able to do something. ايه هي الحاجة اللي بتقدر تعملها الكوين الملكة مختلف عن بقية النحل؟ ان هي بتبيض around 2000 eggs a day، بتقدر تبيض اكتر من 2000 او تقريبا 2000 بيضة في اليوم. There are basic stages in the honeybee life cycle. يعني في مراحل اساسية في life cycle of the honeybee. ايه هما؟ The egg البيضة دي اول مرحلة. المرحلة التانية the larva اللي هي بالعربي بنسميها اليرقة، والمرحلة الثالثة اللي هي the pupa. البيوبا اللي هي الشرنقة باللغة العربية. And the last stage اللي هي to become adult. Adult يعني يبقى مكتمل النطق، يعني تبقى complete bee. Again the egg البيضة، the larva اليرقة، the pupa الشرنقة، and the adult اللي هو the complete bee. An egg can grow into either a worker, drone, or a queen bee. في ثلاث أنواع من النحل بتنمو البيضة على ثلاث أشكال، يا إما البيضة دي بتطلع worker نحلة عاملة، يا drone نحلة ذكر، ذكر النحلة اسمه drone. It is the male bee. Okay. And the queen bee اللي هي النحلة الملكة، وبيبقى في ملكة واحدة زي ما تعودنا. Queen takes the shortest time to grow. أقصر مدة في النمو هي الكوينز، الملكات بتاخد أقصر مدة للنمو، والworker bee هي بتاخد أطول وقت في النمو. Okay, now after reading the text، بعد ما قرينا قطعة، we'll try to answer the questions in blue، الأسئلة اللي من 1-4 دي من التكست. Okay, number 1. Where do honey bees live؟
أين تعيش الهاني بيز؟ من القطعة أنا عايزة المكان فقط، هنا بسأل where يعني عن المكان. So honey bees live in colonies. هل مطلوب مني أكمل بيت الجملة؟ لا، أنا كده لحد هنا أنا وصلت الإجابة. الهاني بيز بتعيش في مستعمرات. So honey bees live in colonies. Full stop. Number two, how many queens do honey bees have in a colony? في المستعمرة بيبقى فيه كام ملكة؟ Let's read. Have a single queen that starts the life cycle. بيبقى فيه نحلة واحدة، ملكة واحدة فقط، هي دي اللي بتبدأ ال life cycle. So هل أنا لو كتبت that starts the life cycle ليها علاقة بال answer بتاعتي؟ لا، أنا بس محتاجة أعرف how many bees، العدد اللي هو إيه؟ A single queen. بالضبط كده صح، هقول honey bees have a single queen full stop. Number three, what are the four stages of the honeybee life cycle? ايه هي المراحل الاربعة اللي في life cycle او دورة حياة النحلة؟ Let's see. There are basic stages in the honeybee life cycle. The egg, the larva, the pupa, and the adult. يبقى ايه هما الفور ستيجز؟ هنا ممكن اجاوب بكذا طريقة، ممكن اجاوب زي الكويستشن واقول the four stages of the honey bee life cycle are كذا كذا كذا، او اقول there are basic stages in the life cycle اللي هما كذا كذا كذا، او اقول there are four stages على طول the egg, the larva, the pupa and the adult. The last question, what are the types of honey bees in the colony؟ ايه انواع الهوني بيز اللي ذكرت في القطعة؟ أو اللي قالك إن الهاني بيز بيتمثل في ثلاث أنواع، إيه هما؟ Let's read. An egg can grow into either a worker drone male or a queen bee. الدرون اللي هو النحلة الذكر، وقالك في ثلاث أنواع، يا إما نحلة عاملة، يا إما نحلة ذكر، يا إما الكوين اللي هي الملكة. The types of honey bees are a worker, drone or a queen bee. Thank you for listening and watching this video. لو عايزين تطبعوا نفس قطعة ورق العمل ما تنسوش تعملوا لنا فولو على الفيسبوك والانستغرام، هتلاقوا الورقة فري ممكن تطبعوها نفسها اللي في الفيديو for free، واللينكس هتلاقوها under the video. ولو عايزين تتابعونا دايما ما تنسوش تعملوا سبسكرايب قبل ما تقفلوا، لايك اند شير عشان غيرك يستفيد، and see you very soon ان شاء الله. Bye.